Hello grade 11, how are you today? In this video, we are going to continue our lesson اللي هو functions, limits and continuity. نحن بأول part from the lesson أخذنا limits of a function at infinity, limit at a point. Okay, how did done from the last time. هلا رح ناخد شيء اسمه operations of limits. قبل ما نبلش باللسن شو يعني operations of limits, خلينا ناخد هيدا الactivity. Okay, and then we start by the lesson. بس حتى نعرف نحن لوين رايحين بهيدا اللسن. Okay, طيب. As an أول شيء, look at this video. هيدا أخذناه last time, بال previous lesson. يلي هو كان عم بفرجيني some functions f of x equal x. هيدا f of x equal x. طيب شو الليمت للx as x tends to plus infinity? As x tends to plus infinity, هي plus infinity. طيب مثلا عم بحكي, طيب إذا نجيت أنا أخذت ال x square, يعني خلصنا من ال x, ال x square. طيب شو الليمت لل x square as x tends to plus infinity؟ كمان كل ما ال x تكبر كل ما ال y تكبر, فإذا هي plus infinity. طيب what إذا هو قال, إذا هو أعطاني function هيك مثلا, سميها يلا شيء, سميه مثلا أي function, مثلا f of x equal x plus x square. هيدا له رسمة غير الرسمات الموجودين كانوا بالفيديو. أوكي, طيب limit لل x, طيب شو limit لل f of x as x tends to plus infinity؟ يعني هيدي محتاجين نحن الجراف. طيب إذا أنا ما معي الجراف, طيب شو بعمل؟ أنا I know that إنه limit لل x as x tends to plus infinity هي plus infinity. الاكس اللي رحنا نحن رسمناها قبل شوي هيك straight line يعني. طيب والاكس سكوير, اوكي والاكس سكوير احنا كانت الرسمه تبعها زي حرف اليو هيك طالع, يعني انا برسمهم هون تقريبيا عشان بس فرجيكم انه شو الموضوع. طيب هيدي اكس بلس اكس سكوير, هيدي اكس وهيدي اكس سكوير. اوكي خلينا نظبط الاكس سكوير شوي. طيب نحن اخذنا من شوي انه limit للx هي as x tends to plus infinity هي plus infinity, والlimit للx square اللي هو الأزرق as x tends to plus infinity كمان plus infinity. طيب what إذا أنا قلت لك limit لx plus x square؟ هلا x plus x square إذا نحن جينا رسمناها على الجراف تطلع رسمة مختلفة عن هودي تماما بالضبط. طيب شو الليمت إذا أنا ما معي الرسمة؟ يعني كيف بجيبها؟ طيب الليمت للx هي plus infinity, والليمت للx سكوير على البلس انفينيتي كمان بلس انفينيتي. طيب بلس انفينيتي بلس انفينيتي شو بتساوي؟ شو بتصير؟ يعني انا اذا جمعت بلس انفينيتي بلس انفينيتي شو بتصير؟ طيب عرفتوا كيف؟ طب انا اذا اخذت فانكشن ثاني مثلا جي اوف اكس ايكوال ليتس سي اكس اوفر اكس سكوير مثلا, وجيت بدي اجيب ليمت از اكس تنس تو بلس انفينيتي, طب هي شو بتصير؟ اوكي ليمت لجي اوف اكس, طيب الليمت لاكس هي بلس انفينيتي, والليمت لx سكوير كمان هي بلس انفينيتي. طيب انفينيتي على انفينيتي شو بتصير؟ 1 مثلا, شو بتصير؟ نحن ما بنعرف لحد هلا, عشان هيك بهيدا اللسن نحن رح ناخذ الرولز. يعني انا اذا قلت بلس انفينيتي بلس انفينيتي شو بتصير؟ اوكي خلينا ناخذ اكزامبل تالت مثلا, اذا انا قلت k اوف x مثلا ايكوال 1 بلس x سكوير, طيب شو الليمت لل k اوف x as x tends to plus infinity؟ طيب ال 1 بتضل 1 والx سكوير بتصير بلس انفينيتي, يعني 1 بلس انفينيتي. طيب 1 بلس انفينيتي شو بتصير؟ انفينيتي 1 مثلا, يعني شو بتصير؟ 1 شو بتصير؟ 1 شو بتصير؟ اوكي هلا كل وحده من هودي لها رول, رولز رح ناخذهم ستيب باي ستيب, رح نبلش فيهم بالترتيب. اوكي طيب فاذا calculating limits laws using the laws limit laws, calculating limits using the limit laws. Okay, how do we say them? Limit laws, يعني قوانين the limits. Okay, the following properties presented in the form table permit to know the limits of the function f plus g, f times g, f over g. Okay, by knowing f and g, يعني نحن بنعرف الليمت للf, بنعرف الليمت للg. Okay, بدنا نعرف الليمت للf plus g شو بتصير؟ مثل ما قبل شوي اخذنا x plus x square مثلا, طيب شو بتصير؟ اوكي x over x square, x times x square. اوكي كلهم بدنا نصير نعرفهم بعد شوي. طيب
limit to f plus g equal limit to f plus limit to g, limit to f times g equal limit to f times the limit to g, and limit to f over g equal limit to f times the limit to g. هلا هودي انت بنفهمهم من الاكزامبلز. طيب خلينا ناخذ هيدا التابل ونرجع ناخذ اكزامبلز. اول شيء رح نحكي على limit للسم. يعني suppose that انه انا عندي f وعندها limit, I know its limit at مثلا infinity او اي شيء, وg وكمان عندها limit. يعني انا بعرف الليمت للf وبعرف الليمت للg. اوكي, limit للf بعرفها وليمت للg بعرفها, يعني given. طيب what's the limit of f plus g؟ اوكي, طيب هيدا التابل شو بيقول لي؟ اذا كان الليمت للf هو number والليمت للg هو number, بتصير الليمت لf plus g هو هيدا النمبر بلس هيدا النمبر. اوكي, ناخذهم بالاكزامبلز بعد شوي. اذا كان الليمت للf هو number والليمت للg هو infinity, فاذا بيطلع الليمت للf plus g infinity. لكل هيدا التابل انا بدي الخصهم بهودي الرولز الخمسه. اوكي, فاذا اول سلايد فيها خمسه رولز. انتم بكره بس كنت تعملوا سامري كنت تكتبوا هودي الرولز. طيب as limit number plus number equal number, هيدي اول واحده. Number minus infinity equal minus infinity. Number plus infinity equal plus infinity. Plus infinity plus infinity equal plus infinity. Minus infinity minus infinity equal minus infinity. هلا plus infinity minus infinity مش zero. Okay, plus infinity minus infinity هي في شيء اسمه indeterminate, غير محدد. Indeterminate math error, ما بنعرفه, ما فينا نعرفه. Okay, فإذا plus infinity minus infinity indeterminate. فإذا هودي أول أربعة rules أو خمسة rules. طب خلينا ناخذ example عليه نفهم القصة كيف. ناخذ examples. أول example بيقول لي limit as x tends to plus infinity to x plus 1. يعني هيدي كلها function واحدة x plus 1. طب شو بتصير؟ إذا أنا حطيت بدل ال x plus infinity فبصير plus infinity, يعني هيدي ال x أنا رح أحط محلها plus infinity وال 1 رح خليها زي ما هي. طيب plus infinity plus 1 بتصير plus infinity according to which rule؟ according to rule number 2, إنه number plus infinity بيعطيني plus infinity, هيدي rule 2. Okay, طيب limit as x tends to plus infinity ل 3 minus x. Okay, أو قصدي ل 1 minus x, هيدي بالغلط محطوطة 3. ل 1 minus x شو بتصير؟ 1 minus plus infinity. ليه؟ لأنه أنا حطيت بدل ال x شو حطيت؟ حطيت plus infinity, يعني 1 minus plus infinity. هلا أنا بعرف negative times positive negative, يعني شو بتصير؟ 1 minus infinity. طيب 1 minus infinity شو بتصير؟ بتصير minus infinity. طيب ليه؟ according to rule number 3, number minus infinity هو minus infinity. حتى لو كان minus 1 minus infinity بتضل minus infinity. ليه؟ لأنه هيدي minus infinity, يعني أنت لو زودت عليها رقم ولو شلت منها رقم صغير بتضل minus infinity, بتضل infinity. طيب إذا أنا قلت limit as x tends to plus infinity لـ x plus x. اوكي, لها x plus x, يعني اثنين functions الليمت تبعهم plus infinity. طب شو بتصير؟ بتصير plus infinity plus plus infinity, positive times positive positive. يعني انا اول x حطيتها plus infinity وثاني وحده كمان plus infinity. اوكي, طيب plus infinity plus infinity شو بتصير؟ plus infinity, هيدي according to rule number 1, قصدي هون rule number 2, لا rule number 4 I mean. هيدي اوكي, بلس انفينيتي بلس انفينيتي ايكوال بلس انفينيتي, ده مش الحل. طيب limit as x tends to minus infinity ل x plus x. طيب ال x اول وحده حط بدالها شو؟ minus infinity. بلس ال x ثاني وحده كمان حط بدالها minus infinity, so minus infinity plus minus infinity, so minus infinity plus minus بتصير minus, يعني minus infinity. Like minus infinity minus infinity هي minus infinity according to rule number 5. Minus infinity minus infinity بتصير minus infinity. هيك نحن بنشتغل بالليمتس. اوكي, هلا في ليمتس معروفين. اذا كانت x بحط بدالها دغري على plus infinity plus infinity. اوكي, طيب يعني بدل ال x انا بحط k
plus infinity إذا على plus وإذا على minus بحط بدل الx شو minus infinity. هودي بدنا نعرفه. طيب تاني واحدة أو تاني table limit of a product f times g. okay هذا table كله رح نلخصه بهودي. فإذا أنا ما بدي أقرأ table وأقعد هون ال positive شيء يعني. okay طلعوني بهون. okay أول رول أو هي الرول الأساسية شو هي؟ بتقلي إنه non-zero number times infinity equal infinity. يعني حيّرنا number times infinity بيطلع infinity. يعني 1 times infinity infinity, 2 times infinity infinity, 100 times infinity infinity. okay هلا مين بحدد لي إذا هني plus ولا minus؟ يعني أنا بحفظ هاي. okay أحسن تقولوا لي كتار. أنا بحفظ هاي الأساسية هاي اللي بالبوكس إنه non-zero number. حيّرنا number مش zero times infinity شو بيطلع؟ بيطلع infinity. okay طيب هلا إذا هيدا النمبر كان positive number والإنفينيتي كانت plus بيطلع الأنسر plus infinity. positive number times minus infinity بيطلع minus infinity. negative number times plus infinity بيطلع minus infinity. ليه؟ لأنه negative times positive negative. هون negative times negative positive. عرفتوا كيف الأيديا؟ طيب هيدي أول رول أو يعني أول جروب بهيدي السلايد. تاني جروب شو هي؟ تاني جروب بتقول لي infinity times infinity هي infinity. يعني هي واضحة انه infinity رقم كبير times infinity رقم كبير رح يطلع كمان infinity. okay طيب فاذا مين بحدد لي اذا plus ولا minus infinity حسب ال given؟ اذا plus infinity times minus infinity يطلع minus infinity, اذا plus times plus infinity يطلع plus infinity, اذا minus infinity times minus infinity يطلع plus infinity. okay يعني negative times negative positive هذا خلاص هذه واضحة. طيب انت قلت لي هون انه non-zero number times infinity هو infinity وinfinity times infinity يقوم what؟ اذا انا اجاني سؤال فيه zero times infinity. طيب zero times infinity هي indeterminate. لحد هلأ شو صاروا؟ صاروا تنتين indeterminate plus infinity minus infinity و zero times infinity. okay طيب examples مثلا limit as x tends to plus infinity ل 3x هي شو بتساوي؟ 3 times x اللي هي plus infinity. يعني انا حطيت محل x plus infinity. طيب 3 times plus infinity شو بتصير؟ plus infinity. okay number times infinity infinity. طيب limit as x tends to plus infinity ل minus 3x شو بتصير؟ minus 3 times plus infinity شو بتصير؟ minus infinity. ليه؟ لانه negative 3 negative times positive negative. واضح. طيب limit x square as x tends to plus infinity شو بتساوي؟ plus infinity square. طيب شو هي plus infinity square؟ هي plus infinity times plus infinity. طيب شو بتصير؟ بتصير plus infinity. طيب limit x square على minus infinity بتصير minus infinity square. يعني minus infinity times minus infinity كمان شو بتصير؟ plus infinity. okay how the rules واضحين ما بدهم شيء. طيب بنروح على تالت table اللي هو الكوشن. احنا اخذنا f plus g, اخذنا f times g, هلا f over g. اوكي طيب f over g شو بيقول لي هون؟ هيدا التيبل كله بنلخصه بهودي الاربع رولز يلي هي number over infinity zero, number over infinity zero. طب انا كيف بحفظها لها؟ يعني كيف بفهمها؟ مثلا 1 over infinity بتطلع zero as limit. طيب انت كيف عرفت؟ حتى تتذكر انت او حتى تتخيل كيف تطلع حط 1 over big number, يعني 1 over 10 power 9 مثلا على الكالكوليتر تطلع 0.0000001 او هيك شيء. اوكي بتطلع رقم كتير صغير يعني قريب على الزيرو. فاذا هي زيرو. اوكي limit as limit احنا قلنا انه as limit as a graph ما بتضغر فيها للزيرو, بس as limit هي بتروح على الزيرو. اوكي يعني هي تقريبا 0 بس مش 0 exactly, بس نحن نكتبها 0 anyway. طيب number over infinity هو يعني مين بحدد لي اذا 0 plus ولا 0؟ يعني what اذا كان النمبر مثلا positive number هون كانت plus infinity مثلا او negative number. اوكي خلينا نشوف positive number over plus infinity هو 0 plus, negative number times plus infinity هو 0 minus. هيدا اللي عم بحكي عنه انا 0 plus و 0 minus. يعني ما في 0 exactly, في 0 plus او 0 minus. okay 0 plus يعني 0.000 ما بعرف قد ايه 1, 0 minus يعني بتكون اقل من 0 بشوي, اقل من 0. okay يعني بتصير بالنيجاتيف. عرفتوا كيف؟ طيب
هيدي positive number over minus infinity بتصير 0 plus. اوكي بس تحت تاني يزبطها. اوكي positive number over minus infinity بتصير zero minus. ما عليها ونتخبطين شوي بالrules. okay. positive number over minus infinity بتصير zero minus. okay. ونegative number over minus infinity بتصير zero plus. عرفتوا كيف الايديا؟ فإذا positive يعني positive على positive positive, positive على negative negative, وتحط zero zero minus أو zero plus. okay. اثنيناتهم نيجاتيف بتصير بوزيتيف. هيدي هي الرول. فإذا انتم بتحفظوا هاي الرول الأساسية هيدي اوكي, وهودي كلهم بيتفرعوا منها. اوكي يعني ما بتشتري والله أنا بدي أحفظ 10 رولز أو 12 رول, أنا بحفظ هي هول الرولز الأساسيين, واحدة اثنين وفي قبل كمان. اوكي هودي أوريدي محفوظين ثلاثة. اوكي طيب examples. limit as x tends to plus infinity to 3 over x. هيدا function 3 over x. طيب بصير 3 over plus infinity. حطيت محل ال x شو؟ plus infinity. طيب محل ال x plus infinity يعني 3 over plus infinity شو بتصير؟ 0 plus. number على infinity 0. فإذا 0 شو؟ 0 plus. أنت بدك تعرف إذا 0 plus ولا 0 minus. لازم تكتب. طيب limit as x tends to minus infinity to 3 over x equal 3 over minus infinity equal 0 minus. Okay. limit as x tends to minus infinity negative 5 over x equal negative 5 over minus infinity equal 0 plus. okay. حطيت محل ال x minus infinity شو صارت؟ صارت 0 plus. okay. طيب هلا ب f over g نحن صرنا ماخذين كم رول؟ هي number over infinity. طيب بلكي كانت infinity over number, شو بتصير؟ على infinity over number هي infinity. okay. انت كيف تعرف؟ مثلا حط اللي 10 power 9 مثلا رقم كبير over 1 شو بتصير؟ او over 2 او over هاي الا شيء بتصير 10 power 9 بتصير رقم كبير. okay. مثلا over 0.1 بتصير 10 power 10. المهم انه infinity over number شو بتطلع؟ بتطلع infinity. ماشي؟ على كله بعدين بس تكتبوه بتيبل واحد توضح الفكرة لانه سهلين. infinity over number تطلع infinity. طيب مين بيحدد لي اذا plus ولا minus infinity؟ ال given. اذا كانت plus infinity على positive number بتصير plus infinity, plus على negative number minus infinity, minus على positive negative infinity, minus على minus plus infinity. هلا بلكي واحد بيقول لي بلكي infinity على infinity, infinity على infinity indeterminate. لحد هلا صاروا ثلاثة indeterminate, على اخر شيء بنحطهم بسلايد واحدة. اوكي طيب ناخذ examples. Example هون شو بيقول لي limit as x tends to plus infinity x over 2 شو بتصير؟ plus infinity over 2 بتصير plus infinity. okay. plus infinity over 2 بتصير plus infinity. limit as x tends to plus infinity x over negative 2 بتصير infinity over negative 2 بتصير minus infinity. infinity على number infinity plus minus infinity لأنه فوق positive تحت negative وآخر واحد نفس الشيء. okay. هلا in case where the limit is 0 of g is 0. طيب كمان بعد فين number على 0 بيطلع infinity. يعني هودو الكيسز كلهم بيمروا معكم بعدين وبتتعودوا عليهم وبتحفظوهم. اوكي مع البراكتسينج بتحفظون كتير. number على 0 infinity. اوكي number على 0 infinity ماشي. طيب هلا نفس الشيء positive number على 0 plus هي plus infinity, positive number على 0 minus minus infinity, negative number على 0 plus minus infinity, ونegative على negative plus infinity. طيب infinity على 0 كمان infinity. يعني احنا بناخد كل الكيسز اللي معقولة تمرق معنا بالfunctions. اوكي هودي هن بس يعني رح يخلص. infinity على 0 كمان infinity. هلا number على 0 infinity, infinity على 0 infinity, infinity على number infinity. اوكي هاودي بالفراكشنز
ماشي. فإذا infinity على number infinity, infinity على zero infinity. طيب what إذا كانت zero على zero, zero على zero indeterminate. هلا آخر شيء نكتب indeterminate بحكيكم هني أربعة indeterminate. Okay. فإذا infinity على zero infinity. نأخذ examples. Limit ل 1 over x as x tends to 0 plus يعني هي بتصير 1 over 0. طيب 1 over 0 شو؟ ها number على 0 infinity. طيب بما انه 1 و 0 و 0 plus يعني plus infinity. اوكي ان شفتوا كيف هون number على positive number على 0 plus plus infinity مثل ما حكينا هون. اوكي طيب limit ل 1 over x as x tends to 0 minus. طيب 0 minus بتصير 1 over x. طيب 1 over x يعني 1 over 0 minus. طيب 1 over 0 minus شو بتصير؟ بتصير minus infinity. اوكي هيك يعني. طيب limit as x tends to 0 plus the minus 2 over x. طيب minus 2 over 0 plus. طيب number على 0 infinity يعني minus infinity. number على 0 infinity يعني minus infinity. اوكي number على 0 infinity. عرفتوا كيف؟ اوكي طيب الindeterminate form من هند الindeterminate forms هي هون أربعة plus infinity minus infinity zero times infinity infinity over infinity zero over zero. هلا بعدين بيمروا معنا هودي إنه بيطلع عندي some functions indeterminate. okay بيطلعوا indeterminate. مثل ما شايفين هون في كتير exercises هود examples. رح حل شوي منهم والباقي رح اترك لكم اياهم بنحلهم بعدين بالزوم لايف. اوكي وفيكم انتم تاخذوا وقتكم تحلوهم بالفيديو pause الفيديو and solve. اوكي يعني كلهم you will apply only the rules. طيب اول وحده limit as x tends to 0 minus the 1 over x rules خلص. اوكي طيب ل 1 over x يعني شو بتصير هي؟ بتصير 1 over 0 minus. طيب number على 0 شو بتصير؟ خليني ارجع على rules. number على 0 infinity. طيب مين بيحدد لي اذا plus ولا minus infinity؟ ال signs 1 على 0 minus يصير minus infinity. خلصت. تاني واحد limit as x tends to 0 plus the 1 over x شو بتصير؟ بتصير 1 over 0 plus number على 0 infinity 0 plus يعني plus infinity. اوكي هيدي خلصت. طيب limit as x tends to plus infinity x square plus x cube. طيب x square هي plus infinity square plus x cube كمان plus infinity cube. طيب plus infinity square هي infinity times infinity هي infinity و plus plus infinity cube كمان plus infinity وفي plus خلاص كده plus infinity. طيب شو بتصير هاي؟ بتصير plus infinity. مش الحال؟ طيب limit لx tends to minus infinity لx plus x cube. طيب أول x هي minus infinity plus تاني x شو هي minus infinity cube. طيب شو بتصير هاي؟ أول واحدة بتضل minus infinity plus تاني واحدة minus infinity cube يعني هي minus infinity times minus infinity times minus infinity. يعني infinity times infinity times infinity هي infinity و positive times or negative times negative times negative تطلع negative يعني بصير minus infinity minus infinity. فشو بتصير؟ minus infinity. كمان هيدي rule أخذناها. طيب limit as x tends to 0 minus ل 1 plus 1 over x شو بتصير؟ 1 plus 0 minus يعني 1 over 0 minus. حط محل ال x 0 minus وبصير 1 plus. هلا 1 على 0 number على 0 إذا أنت نسيتها ارجع للرول. ها هيدي الرول number على 0 infinity. اوكي طيب بما انه number على 0 infinity يعني 1 على 0 minus هي minus infinity وشو بتصير؟ 1 minus infinity. طيب number minus infinity minus infinity يعني هون استعملت 2 rules بسؤال واحد. اوكي طيب limit as x tends to plus infinity ل 1 plus radical x. طيب شو بتصير هي؟ 1 plus اوكي راديكال اكس. هلا راديكال اكس هي بلس انفينيتي. اوكي شو بتصير؟ 1 بلس انفينيتي بتصير بلس انفينيتي. هودي فينا نستعملهم انه ليميت از اكس تنس تو بلس انفينيتي لراديكال اكس شو بتصير؟ بتصير بلس انفينيتي.
اوكي هيدي رول اذا ما احنا ما كتبناها بالشرح اكتبوا هيدي بتمرق معنا anyway بعدين اوكي اللي بعده هودي اذا فيكم تعملوهم بكون كتير منيح I will pause you may pause the video اكتبوهم وحلوهم واللي عنده فيهم سؤال يسألني اكيد واللي بعدها نفس الشيء اوكي هيدي اللي بعدها وبس. This is everything. Thank you and bye bye.